كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. عواصف، عواصف تمثيلية مسلسلة يكتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها محمد توفيق. بابا ايه؟ مين ده؟ بابا انا سهير يا بابا. مالك يا سهير؟ مالك يا بنتي؟ تعالي تعالي. انا خايفة، خايفة قوي يا بابا. خايفة من ايه؟ تعالي جنبي هنا يا حبيبتي. خايفة من ايه؟ خايفة. ايه بس مالك يا سهير؟ انت سمعتي حاجة؟ لا يا بابا، انا شفت خالد فوقتي. لازم يا سهير كنت بتحلمي. تعالي تعالي. وايه اللي يجيب خالد فوقتي دلوقتي يا بنتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي. هو العذاب ده ملوش اخر. بكرة الصبح هتصل تاني بالدكتور منير. صدقني يا بابا، الراجل اللي معانا في البيت ده مش خالد، مش ممكن ابدا. الراجل ده عاوز يموتني. خالد ما كانش كده ابدا. تعالي يا بنتي تعالي يا مسكينة. انت شفتي ايه؟ مالها يا سيدي؟ مالها يا ست سهير بتعيط ليه؟ روحي نامي انت يا بريه، مالكيش دعوة. لا حول الله يا ربي، يا ربي يشفيك ويفك عني، يا رب توب عليها بقى. ايه بقى يا سهير اللي انت شفتيه بقى؟ شفتي ايه؟ انا هحكي لك يا بابا كل اللي حصل. كنت في السرير قلقانة ومش جايلي نوم، وبعدين طفيت النور وقلت هغمض عينيا يمكن انام. وبعدين حسيت بحركة في الأوضة، فتحت عينيا لقيت خالد واقف وسط الأوضة وجاي علي خطوة خطوة. رحت مولع الأباجورة، قام راح خارج بسرعة وصوتي اتحش ما قدرتش. كان شكله غريب وباين في عينيه الشر. عمري ما شفت الشر في عينين إنسان زي ما شفته في عينيه في اللحظة دي. مش ممكن أبدا يا بابا يكون ده خالد. خالد ده خالد كان بيعطف علي. لازم الكلام اللي سمعته في الصالون ده صحيح. معلش يا بنتي، معلش يا اختي، بكرة طيبي. كل شيء له آخر، كل شيء له آخر. انت لازم زعلتي النهاردة من حاجة، والحاجات دي بتجيلك لما تكوني زعلانة. يا بابا صدقني اللي شفته ده صحيح، مش ممكن يكون ده كله أوهام أو خيال. مش معقول بقى، محدش راضي يصدقني، مش لاقي حد مخلص اشكيله همي ويصدقني. الله، انا سمعت صوت القطر تاني. طبعا انت ما سمعتش حاجة يا بابا. معلش معلش يا بنتي، لازم هيجي يوم تطيبي وتبقي كويسة. أنا مش عيانة يا بابا. أنت بتقولي إنك سمعتي صوت القطر تاني؟ أيوة سمعت صوت القطر، مش عارفة سمعته ليه تاني. لازم أنا عيانة صحيح يا بابا، هفضل طول عمري كده. معلش معلش يا بنتي، الدكتور منير قال لي إن المرض البسيط ده علاجه صعب شوية، عايز وقت، لكن هيجي يوم تطيبي. اصبري يا بنتي اصبري. اديني صبر يا بابا. ايه الحكايه يا عمي؟ فاتن بتقول ان سهير كانت تعبانه امبارح بالليل. يظهر ان المرض عمال يشتد عليها يا خالد. دي قامت امبارح بالليل مرعوبه وجت عندي وكانت بتترعش وبتقول انها خايفه. ليه؟ حصل ايه المره دي كمان؟ هي الهلوسه بتاعتها رجعت تاني، بس يظهر المره دي اشتد عليها المرض اكتر من كل مره، عشان ابتدت تشوف حاجات بعد ما كانت بتسمع اصوات بس. ابتدت تشوف حاجات غريبة. ما هو الدكتور منير كان قال لي ان المرض بتاعها ده يصح يتطور وتبتدي تشوف حاجات ملهاش وجود. وشافت ايه امبارح بالليل؟ شافتك يا خالد،
مش عارف اشمعنى الهلوسة بتاعتها مركزة عليك الايام دي. المرة اللي فاتت بتقول سمعتك، والمرة دي شافتك، مش عارف بقى المرة الجاية هتقول ايه. غريبة، شافتني انا؟ صدقيني يا فاتن، شفته في اوضتي باصص لي زي ما يكون عاوز يموتني. انت مش هتبعدي عني بقى يا سهير؟ مره تقولي انك سمعتي بيكلم واحد في الصالون، والمره دي شفتيه في اوضتك، ايه حكايتك دي يا سهير؟ لازم تعرفي انك عيانه. هو الدكتور منير بيجي يلعب مش بيجي عشان يداويكي. ارجوكي اذا سمعتي حاجه او شفتي حاجه تاني ما تبقيش تقولي لحد. انا مش عاوزه اخلي كل ساعه والتانيه اسمع الكلام الفارغ ده. انت عاوزاه يفتكر انه عايش في مستشفى مجانين؟ معلش معلش يا فاتن، مش هضايقكم تاني. يعني ما قلتليش يا منصور عملت ايه في حكاية سهير امبارح؟ مش كنت ناوي تنتهي منها؟ ايه الحكاية؟ سابع ولا ضابع؟ ولا خايف تقولي مش مستأمني على أسرار؟ الحكاية ما نفعتش يا مدبولي، ما نفعتش المرة دي. إزاي؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنا رسمت الخطة واستعديت لها، لكن لما رحت أنفذها ما نفعتش. إزاي؟ أول ما دخلت أوضتها يظهر أنها كانت صاحية، قامت حست بوجودي راحت مولعة النور، رحت أنا بسحب وخارج ونزلت ورحت نايم مطرحي ولا كأن حاجة حصلت. بقى ما نفعتش. لكن شافتك؟ أيوة شافتني، لكن برضو مش مصدقينها، واخدين كلامها كله على انه خطرفة وهلوسة. حكاية الهلوسة بتاعتها دي جت نعمة. ايوة، لكن بس خد بالك يا منصور، افرض حد تاني غيرها شافك يبقى ايه العمل؟ تبقى هلوسة وخطرفة برضو؟ ربك يستر. طب وقالوا ايه في البيت على الحكاية دي المرة دي؟ ولا حاجة، حيجيبولها الدكتور منير يعالجها تاني. شوف يا أستاذ راتب، سهير يلزمها كمان شوية علاج بالكهرباء، وحديها بنفسي بعض الحقن، وحكتب لها على بعض المقويات للأعصاب. ثم أنا لاحظت أنها النهاردة مضطربة قوي، والحاجات اللي بتسمعها وتشوفها خصوصا اللي يتعلق منها بخالد ابتدت تعتقد أنها حقيقية، ودي حاجة مش كويسة. يعني المرض عمال يشتد عليها يا دكتور؟ أيوة بكل أسف، يظهر ان في عوامل محيطه بالبنت دي بتساعد على المرض وبتاخر علاجها. كل ما تيجي تطيب تحصل لها نكسه. اللي مزعلني انها ابتدت تشوف حاجات ملهاش وجود، زي مساله خالد اللي شافته في اوضتها. دي مش اول مره يا استاذ راتب سهير بتشوف اشياء ملهاش وجود، سبق ان حصل لها حاجات زي دي، بس انت يظهر بتنسى بسرعه الامور المتعلقه بسهير. ايوه صحيح، فعلا سبق انها شافت خالد باصص لها من ورا ازاز الشباك في اوضتها. على العموم أنا ما زلت معتقد إن علاج البنت دي يمكن يكون أسهل بكتير لو ابتعدت عن خالد بقدر الإمكان. لازم تبعد عن خالد يا أستاذ راتب، ما تقدرش تعمل التضحية دي عشان سهير وتخلي فاتن وخالد يسكنوا بعيد عنها في شقة مستقلة. حاضر يا دكتور، أشوف بيت ولا شقة عشان فاتن وخالد وأبعدهم عن هنا، لو كان ده يريح سهير ويشفيها. لو عملت كده تكون دي أعظم خدمة قدمتها في حياتك لسهير، وبالشكل ده يمكن علاجها يكون أسرع. حاضر، أفكر في المسألة دي يا دكتور. خالد. نعم يا عمي. الدكتور منير بينصح بأنكم أنت وفاتن تبتعدوا عن سهير شوية. نبتعد عن سهير؟ مش فاهم نبتعد عنها إزاي يعني؟ يعني تسكنوا بمسكن مستقل بعيد عن هنا. لكن وإيه الداعي؟ إيه علاقة ده بمرض سهير؟ يظهر أن الدكتور شايف علاقة بين مرضها وبين وجودكم معاها هنا في نفس البيت. هو
الدكتور قال كده؟ وبيلح في الطلب ده يا أخي، بيقول إن علاج سهير يكون أسهل لو فضلت معايا هنا بس في البيت. إيه رأيك في الموضوع ده بقى؟ والله اللي تشوفه يا عمي، بس مش ناخد رأي فاتن كمان في الموضوع؟ أنا عارف رأي فاتن، فاتن مرحبة بالفكرة دي من زمان. مش يمكن تكون غيرت رأيها؟ ما افتكرش، على العموم مسألها. فاتن، يا فاتن. نعم يا بابا. عندك مانع يا فاتن انك تسكني انت وخالد في شقة مستقلة بعيد عن هنا؟ لا يا بابا ما عنديش مانع، لكن خالد متهيأ انه مش مرحب بالفكرة دي. لا ابدا، بس المسألة عاوزة استعداد. اذا كان كده يبقى يلزمنا بعض الوقت على ما نكمل العفش اللي هنفرش بيه الشقة الجديدة. ما تحملوش هم من الحكاية دي، انا شفت النهاردة فيلا جميلة جدا فوق عمارة جديدة في ستانلي. الفيلا دي جمعت بين مميزات الفيلات والعمارات في وقت واحد، لانها فيلا عالية فوق قمة العمارة وتشوف البحر وتكشف اسكندرية كلها. انا هفرشها لكم واوضبها لكم ومش عاوزكم تحملوا اي هم. ايه رايكم بقى؟ متشكرين قوي يا عمي، ده كرم عظيم منك. كرم ايه يا ابني؟ يعني حوادي الفلوس دي كلها فين؟ كلها هترجع لكم برضه في يوم من الايام، دي حاجات بسيطه قوي. ايه رايكم بقى؟ مفيش مانع ابدا، لكن افتكر مش هنقدر ننقل الفيلا الجديده قبل اسبوعين على الاقل يا عمي. بتهيألي كده برضه. انا الحقيقه بتمنى من زمان اننا نسكن في شقه لوحدنا. كده يا فاتن؟ يعني كنت بتتمني انك تبتعدي عني؟ انا والله ما كانش هين عليا ابدا انك تسيب البيت ده. ايه الدنيا كده؟ الاب يفضل يربي في اولاده اذا كانوا اولاد ولا بنات، ويفضل طول عمره شقيان عليهم، واول ما يكبروا ما يفكروش في حاجه غير نفسهم. لا يا بابا، ازاي بقى؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الابن او البنت مهما ابتعدوا عن اهليهم لا يمكن انهم في لحظه من اللحظات ينسوا اللي ربوهم وتعبوا عشان. اللي ما يحبش اهله يبقى مجرم، مش كده يا خالد؟ مين هو اللي مجرم يا فاتن؟ بقول اللي ما يحبش اهله يبقى مجرم. ايه انت سرحان ولا ايه؟ ايوه كنت سرحت شويه. الله، انت لسه صاحي يا سهير؟ كنت فاكرك نايمه. ايه اللي نزلك من فوق دلوقتي؟ انا متضايقه. متضايقه من ايه يا سهير؟ مش عارفه ليه الايام دي بخاف من الليل لما يجي. تخافي من الليل؟ بالعكس، ده الليل جميل فيه هدوء وراحة. هي الساعة بقت كام دلوقت؟ 11 إلا 5، حقنا ننام بقى عن إذنكم. تعالي معايا يا سهير، تعالي معايا يا حبيبتي. البيت ما فيش حاجة تخوف أبدا. بابا أنا عاوزة بدرية تنام معايا في الأوضة. ما فيش مانع، وماله هي بات معاك في الأوضة. يا بدرية، بدرية، الله دي نايمة، روحي صحيها، هي اللي هتنام معاك بقى. اقفلي باب الأوضة بالمفتاح يا بدرية. حاضر يا ستي. ستي مالك زي ما تكوني خايفة؟ انتي خايفة من ايه؟ مش عارفة، انا خايفة الليلة دي قوي يا بدرية، بيتهيأ لي هيحصل لي حاجة. ما تخافيش ابدا من حاجة يا ستي، نام يا حبيبتي وانا حبات معاكي في الأوضة. طيب انا حنام. بدرية، بدرية، شوف يا بدرية. أشوف إيه يا ست؟ الأكرة بتاعت الباب. مالها أكرة الباب يا ست؟ شفت أكرة الباب اتحركت زي ما يكون واحد كان عاوز يفتح الباب، وبعدين سمعت رجلين ماشية برا وحد نزل على السلم. ما تاخديش في بالي، نامي يا حبيبي. لازم هو برضو كان عاوز يدخل أوضتي الليلة دي كمان. ربنا يفك عنك يا حبيبتي، يا رب تشفيها بقى بحق جاه النبي. محدش راضي صدقني، انت كمان مش مصدقاني. مصدقاك، مصدقاك يا حبيبتي، بس نام نام. يا رب توب عليها بقى واشفيها من العيا ده. يا بدرية صدقيني، مش كل الحاجات اللي بشوفها هلوسة، في حاجات حقيقي وحاجات مش حقيقي، لكن
انا شفته الابن امبارح في الاوضه، شفته زي ما انا شايفاكي دلوقتي. هو مين بس يا ستي اللي شفتيه؟ شفته ليله امبارح في الاوضه، كان جاي عليا، والليله دي شفت اكره الباب بتلعب، لازم هو برضو اللي كان جاي عندي. وسمعته قبل كده كان بيكلم واحد في اوضه الصالون، كان بيقول كلام فظيع فظيع قوي. ليه مش راضين يصدقوني؟ ما هو يا ستي لو كانت الحاجه دي تدخل العقل كانوا صدقوها. نامي يا حبيبتي نامي، دي هلوسه يا بنتي، والنبي بكره حطيبي وطرق وتحلق. لا حول الله يا ربي. صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا خالد. ايه زي سهير النهارده؟ نام كويس امبارح؟ لا يا خالد ما نمتش كويس. ليه بقى؟ شافت حاجه تانية؟ ايوه يا سيدي، شافت اكره الباب بتتحرك في نص الليل. اكره باب اوضتها؟ ايوه. ومين اللي هيحرك اكره الباب في نص الليل؟ ده طالع في دماغها انك انت اللي كنت عاوز تخش عليها الاوضه. انا ادخل عليها الاوضه؟ لا دي حاجه بقى زياده عن اللزوم يا عمي. الله، انت زعلت يا خالد؟ لا ابدا ما زعلتش ولا حاجه، انما يعني انا زعلان علشانها. دي بنتي مسكينه، مش عاوزك تزعل منها ابدا. ما يزعلش ازاي يا بابا؟ طبعا يزعل، هي ملهاش شغل غير خالد، ما تهلوس في حاجه تانية بقى. يا فاتن اختك مريضه وليس على المريض حرج، ما افتكرش ان خالد يزعل منها ابدا. مش ممكن طبعا. ايه الكلام ده يا فاتن؟ وايه اللي عرفك ان انا زعلان؟ بالعكس ده انا متالم جدا عشانها. على العموم هم كام يوم وحنعزل من هنا ونفوت لها البيت، لما نشوف بقى هتبقى تهلوس على مين. ايه الحكايه يا مدبولي؟ هو خالد نايم من زمان؟ ايوه يا منصور، نايم من امبارح. انا خايف لا يكون ناوي ينام على طول. نايم من امبارح؟ اوعى يكون مات. لا ما ماتش. امال نايم على طول كده ليه؟ اصله تعبان. وهيتعب يا اخويا من ايه؟ ده مرتاح اكل وراحه. تعبان من الفكر، وفي حاجه تتعب قد الفكر، بيفكر ويعيط. امبارح فضل يعيط ويشد في الحبل عاوز يقطعه. انا برضو كنت بعمل كده اول ما سجنت، لكن بكره هياخد على كده كمان سنتين ثلاثه يتعود. دي حاجه مرت علينا كلنا. وازاي احوالك انت يا منصور؟ ماشي كويس؟ مفيش احسن من كده، ماشي كويس قوي. خالد، خالد، مين ده؟ منصور؟ ايوه. عاوز اشوف الدنيا يا منصور، حرام عليك تعمل فيا كده، انا ما عملتش ذنب استحق عليه العذاب ده يا رب. عاوز تشوف الدنيا ولا تشوف فاتن؟ بتشوف فاتن يا منصور؟ طبعا بشوفها. ايه مش مراتي؟ يا مجرم يا مجرم. ما كفايه عيط بقى وتخليك راجل، والراجل يعيط زي العيال كده. فاكر يا منصور لما كنا صغيرين كنا بنلعب سوا، كنت بعيط عشان انا كنت عيان، اهون عليك تعمل فيا كده؟ غصب عني يا خالد، معلش استحمل، انت خدت نصيبك في الدنيا، اهون عليك النهارده انا طول عمري في السجن، لو طلعت انت من هنا هدخل انا السجن على طول. حرام عليك انت يا خالد تخليني مرمي في السجون طول عمري. بس انا محدش منهم قادر يفهم انك مش خالد، محدش قادر ينقذني. البنت اللي اسمها سهير عارفه ان انا مش خالد. سهير عرفت انك؟ بس محدش راضي انه يصدقها، بيقولوا عليها مجنونه. طبعا ما هي حاجه ما يصدقهاش العاقل، ده اللي صدقها يقولوا عليه مجنون راخر زيها. واحد اتنين، واحد اتنين، انا وياك يا خواطر. نعم يا ستي. تعالي اما اقولك. نعم. انت مصدقه يا خواطر اني مجنونه؟ اسم الله عليك وحواليك يا ست، ان شاء الله انا اللي امتص في عقلي بعد الشر عليك. كلهم فاكرين اني مجنونه عشان بقول ان جوز فاتن ده واحد تاني مش خالد. ايه امال يطلع مين يا ست؟ والنبي ما تخوفنيش يا ست وتطيري مخي، حاكم مخي على لطه ما استحملش.
أنا سمعته بيكلم واحد صاحبه تحت في الصالون. يا خرابي، خالد محبوس يا خواطر، والراجل ده واحد تاني مش خالد. والنبي يا ست ما تقوليش الحكاية دي تاني، أحسن بعد الشر عليك وحواليك يفتكروا إن حصل لك الكلمة الوحشة اللي قلتيها. أقولك أما راح أعمل لك فنجان ينسون يا ستي. محدش راضي يصدقني. مفيش بقى غير أنا أكلم البوليس. أنا هكلم البوليس. ليه ما أكلمش البوليس؟ لازم أكلم البوليس. فين سهيل يا بدرية؟ فوق في اوضتها. سيدي عايزة ايه يا بدرية؟ ست سهير كلمت البوليس في التليفون دلوقتي. كلمت البوليس في التليفون ليه؟ قالت البوليس ان فيه مجرم في البيت. الله، لكن ما فيش حد غيرنا في البيت ده. انا مش فاهمه قالت له كده ليه. خالد وفاتن هنا؟ لا خرجوا لسه ما رجعوش. ما تقوليش حد منهم على الحكايه دي. البنت لازم اشد عليها العيا لما اطلع اشوف ازيها. شوفي مين يا بدرية. ده البوليس يا سيدي. البوليس؟ اهلا وسهلا. اهلا، اتفضلوا اتفضلوا هنا. اهلا وسهلا. في واحده ست اتصلت بينا بالتليفون بتقول ان في واحد مجرم في البيت. لا لا لا، مفيش حاجه ابدا. اصل البنت دي خوافه قوي، وكانت ساعتها لوحدها في البيت. يظهر انها شافت قطه ولا حاجه، افتكرت حرامي. يعني مفيش حاجه؟ لا مفيش حاجه ابدا، مفيش لزوم. احنا والله متاسفين اللي ازعجناكم من غير لزوم. لا معلش، مفيش ازعاج ولا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. الو، الدكتور منير، انا زكي راتب. اهلا وسهلا، ازاي الاحوال؟ والله الاحوال مش كويسه ابدا يا دكتور. سهيل لسه تعبانه قوي. حصل حاجه تانية؟ تصور يا دكتور انها اتصلت بالبوليس في التليفون النهارده وانا مش موجود في البيت، وبتقول للبوليس ان في واحد مجرم في البيت. لازم اصدع على خالد. يا دكتور انا تعبت خالص مع البنت دي. طيب انا حاجه اشوفها الليله دي. يا سهير ليه بس تعملي كده؟ بقى تكلمي البوليس في التلفون وتقولي له ان في واحد مجرم هنا في البيت؟ ليه كده بس يا بنتي؟ هو فين المجرم ده بس؟ مين يا خواتر؟ احنا يا بابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. عاوز تعرف يا بابا مين المجرم ده اللي عندنا في البيت؟ اهو هو ده. ده مش خالد ابدا، ده مجرم. محدش راضي يصدقني. يعني عاجبك كده يا بابا؟ عاجبك الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. ما تزعلش يا خالد يا ابني. كلمت الدكتور منير؟ ايوه كلمته وهيجي يشوفها. بيتهيالي يا عمي ان الدكتور منير ده مش نافع. انا مش شايف اي تقدم في العلاج، بالعكس الحالة بتزداد سوء. ما بلاش الدكتور منير ده، انا مش مرتاح للراجل ده ابدا. خلينا لما نشوف اخرتها معاه يا خالد. ايه رايك بقى يا دكتور منير؟ الحاله بتاعت سهير يا استاذ راتب يمكن تكون الحاله الوحيده اللي حيرتني في جميع الحالات اللي مرت عليا في حياتي. العلاج ماشي صح، وحسب معلوماتي وخبرتي كان مفروض ان سهير تكون ابتدت تتحسن بشكل ملحوظ. انا معتقد ان في شيء انا مش فاهمه بيسبب لها النكسات دي. في سر انا لسه ما اعرفوش. لو اكتشفت السر المجهول ده سهير ممكن تشفى في ظرف اسبوع او اتنين. ما اعتقدش يا دكتور ان في اي اسرار انت ما تعرفهاش. انت عرفت كل شيء عن سهير وعن المحيط اللي هي عايشه فيه. لا
لسه في حاجة أنا معرفهاش. سهير مش راضي تقولي عليها، لكن لابد أكتشف السر الخطير ده. وعلى فكرة، هو خالد وفاتن هيتنقلوا إمتى في شقتهم الجديدة؟ الأسبوع اللي جاي. مش هيفضى في البيت هنا غيري أنا وسهير. زي بدرية هي ست سهير فين؟ خرجت ما قالتش رايحة فين. وانا بشيل الصورة اللي في اوضة ست سهير علشان انفض التراب اللي وراها لقيت دي. مش ممكن، مش معقول، دي حاجة تجنن. موعدنا معكم غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم الحلقة التالية.